اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم مرحبا يسوى مرحبا بكم ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده في الفيديو تاع اليوم راح لكم زوج وصفات سهله سريعه وبنينه ندير لكم رائع راح ندخل فيه عده مكونات اللي فيهم فوائد كبيره كبيره لصحتنا وراح يكون بنين خفيف وتاني منفخ كما كتشوفوا فيه راهو عالي الموسكوتشو هذا جربته بنتي عجبها وطتني الوصفه قالت لي نشاركها معكم نتمنى ان شاء الله انتم تاني يعجبكم تاني راح ندير لكم صلصه ورديه نورمالمون الكركم ردها يعني صفراء بابيض دجاج والفطر راح بنينه بنينه ترفقوا فيها بها عده اطباق كساسوا لي فخيت رز ولا المكرون الوغ سيكون تخدم مع موسكوتشو ديني زيدن اسشماديس دي زانغريديون سال الفيدا تمقاتي الصحن وذيقم ضزيدا خفيفا وداغنا ما كاستوالي ما يشوف يعني ديال ان يعجب است في كيد لا وست نيد بارطاجي ونتمنى ان شاء الله يكون وي دارنا وندي يعجب دارنا وندير نو ان صوص غوزي نورمالمون مي الكركما يرت التوراق الله غالب دارنا سلي بلون بولي كود لي شامبينيون تقيم تصيدات اتكومباني مياس لي بلان ون نتمنى ان شاء الله وندي يعجب لا فيديو تتوثر لي جيم لي كومونتير لي بارطاج ما تنساوش دعم القناه بلي جيم التعليق والبارطاج هنا يا نبدا بسم الله على بركه الله بالصلصه في مقلاة حطيت بصله تتقلى بشويه تاع الزيت وشويه تاع الملح نخليها تدبل غير شويه دونك ديت مقليت سيرغتي بالصلت شطن الزيت وزمور شطن الملح اتجه تقلو الشطوح تبرو كان الشطوح يمانيز باش درنو لو بلون دو بولي ني لي غيزما اون بتي كوب ثنا ما كتتواليم و دجا البصل ني ياخذ ويزيد زيد هاد نخلي الدجاج ديالي والبصل يطيبو شويه فوالا هنايا يعني بعد ما طاب البصل والدجاج ن... نبدا نضيف باقي المقادير أه راح ندير ثلاث سنينات تاع الثوم اللي أه كنت رابيتهم أه وثاني نضيف نص مغرفه كبيره تاع طماطم مصبره وانتم اللي أه حبيتوا تزيدوا حبيتوا تنقصوا

و كي نشوف يعني وانا راني نضيف الماء نغلي بشويه شويه كي نشوف يعني المقله ديالي نشفت يعني عقدت الصلصه نضيف الماء أه دونك ما راه وليت كيتكون لاصوص يعني تسقف هذا الترق من يتزيق شي طيح شي أه فوالا ودر نو لو بوغ نوير نضيف أه فلفل الكحل هاوليك كيما راكم ونقلي وكما قلت لكم كي نشوف المقلاة نشفت نضيف الماء ما نحبش انا المقلاة ديالي تكون ناشفه فوالا غسان ما كتوالي دوك نضيف تاني باقي المقادير كيما الزنجبيل والكركم تعرفوا يعني الدجاج يحب الزنجبيل والكركم راح ندير مغرفه صغيره تاع الزنجبيل ونص مغرفه صغيره تاع الكركم دونك هذا نوع اون كويير ا كافي دو جينجوب اون دمي كويير ا كافي دو كركما زي يا راه خدمه نقلو غيوك لي زانغريديون يا اونصومبل داك السعر لي شامبينيون يا غير زيزكار اتم السرده و اللغة كشطح باش بشدي بنينن هاد الفط راح نصفيه ونغسله وراح نقليه هكدا باش يكون بنين ونضيف الماء يكون مغلي الكمية اللازمة دونك راني غماني تزياق لا كونتيتي إلا قن داكير لي غصبو شطوح المقارون إذا راك شطوح بوا ماني المقارون إلا صوص كنا تيفنين تتنو دلفنا ودغن باش تسقط دونك هنايا ضفت الماء تاع المقارون تكون طيبت شويه تاع المقارون هذاك الماء تاع المقارون راح يتقل لي اللي لي لاصوص وثاني راح يزيد له يزيد لها بنه رائعه نتوما اللي حبيتوا ديروا فاينه ديروا هنايا في مقلاه حطيت ال الفطر ديالي يتقلب شويه تاع زيت الزيتون شويه تاع الفلفل الكحل وشويه تاع الثوم باش هكذا يتحمص ويبنان دونك ديت مقليت الريغ لي شامبينيون لي قلان شطح الزيت وزمور شطي فلفل ابيض كان شطح التيشرت ايوا كان ادي فنينان اثن قلال اثن نانو على صوص لاصوص على صوص نينو اتب اتسقف دونك نخلي الصلصه ديالي تتعقد هكذا طيب وتعقد وهنايا عقدة نضيف الكريمة الطازجة الكمية اللي تحبوها نتوما ونخلي دقيقة برك دقيقتين ونطفي عليه دونك هذا لا كريم فريش هانسير اي باس ليكيد كنت فغان لا كونتيتي اي فغان و تجا دقيقة كان السخسيخ ليك الصلصه ديالي خرجت ولا اروع صدقوني ولا غير بنينه بنينه هاد الصلصه كما كتشوفوا راهي يعني عاقده هاي ليك هذاك الماء تاع المقارون اللي دار هكذا دا عقده وزاد لها بنه رائعه اما ان المقارون أسي... يرنيس البنه تاعها مقرة يعني زيزيد ومن المقارون ندين زينها نزينها يعني هكذا بالمعدنوس كيما راكم تشوفوا وكيما راكم تشوفوا الصلصه راهي يعني صفراء وانا قلت لكم صلصه ورديه الكركم اللي ردها هكذا صفراء مي سينو كان ما درتلهاش الكركم وكانت غير بالطوماطيش مصبره راح تكون ورديه تقدروا ديروا لها ميم فلفل عكري دونك كما كدني غلاصوصي كتن يعني تورق غاوند صوص غوزي أه... الكركوما ني رانا كتوراق مي لو كان تسجمت جيمت... كان سطوماطيش ني كونسونتخي اتيلي غوز زمر مثلا ترنو مثلا هو يقول لو بابريكا فلفل عكايا اتاكومباني انت كا ماس لي فريت روز نار المقارون اي انت فغان لا صوصا كي تزيد تزيد تزي تمني ان شاء الله هاد الجرب مثلا يدرم لي دونك نتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا لي في التعليق انا متاكده راح تعجبكم ان شاء الله أه... نولي هنايا للموسكوتشو ديالي عندي هنا خمس حبيبات تاع البيض يكونوا بدرجه حراره المطبخ الى كبر البيض ديالكم الى كبير ديروا غير ربعه دونك سعير 4 ا 5 كف ا تمبيراتور امبيونت 3 كارت دو فير دو سكر رو نار سكر بلون كنت فغان أه دونك درت هنايا عندي كاس غير ربع تاع سكر بني الا ما عندكمش سكر بني ديروا السكر عادي ثاني الا عندكم دبس التمر ديروا نص كاس تاع دبس التمر وزيدوا ربع كاس برك تاع السكر أه سكر عادي ولا سكر بني دونك ما استعملت لو للتمر التمر مثل نص الكاس ان دومي فيغ اتنمس ان كاركان لو سكر سكر غو نار سكر بلون فوالا تحولت السكر خاطر ياكل لي زانغريديون راه يسرق ساعه السكر المواد اللي راح نضيفهم كامل عندهم السكر دونك هنايا يعني عندي كاس تاع زيت عاديه ان فيغ دو دويل دا ان فيغ دو لي التمبيراتور امبيونت الكاس تاع الحليب يكون يعني بدرجه حراره المطبخ يعني يكون دافي ما يكونش بارد أه أه كاس ثاني تاع جوز الهند ان فيغ دو نوا دو كوكو يعني سي فاكولتاتيفا يوك لي زانغريدج يا غراون فاكولتاتيف رنونت كان يعني الفائده يعني يعني الصحه راحين يزيدوا يعني فائده لصحتنا هذا مكان هاد المواد راح نضيفهم يعني اختياريه ضفت هنايا كاس تاع التمر نتوما لا درتو دبس أه... التمر ما ديروش التمر سينو حبيتو تضيفوه ضيفوه دونك مثلاً مثل لو ميال النيل التمر في حل ما ترمث التمر راكي نعملو ما بغا مثل ترنوم ترنوم ثلاث سيسع الفايده يعني فوالا دونك ان فيغ داغن سير داغن اسميس لابريكو سيك ان دومي فيغ دابريكو سيك نعم سي فاكولتاتيف اختياري تاني اه هاد المشماش المجفف عندي نص كاس منه اه تاني اه عندي جنجلان جنجلان يكون محمص تاني نص كاس نفس الكميه أه سير دا غنلاقي ان دومي فيغ دو دو غران سيزام غريي أه دا غن مسا و أه انت ما تبغى مت كاوكاو اين تفغمت مت نتوما ديالكم لا فاني وزوج باكيات تاع خميره الحلوه وزن 10 غرام دو باكي دو لوفيغ شيميك اون بانسي د سال قرصه تاع الملح الفارينه أه يعني حسب الحاجه عندي تاني حبه حلاوه

القوام تاع الخليط فوالا هنايا دوك في خلاط كهربائي راح ندير كلش على ضربه قلت لكم هذا المسكوتو ساهل ماهل وهايل غابيدمون ديروه يجيكم ضياف تم تم ديروه دونك هاون دا سنين في قاون غابيدمون أتى تخدم ما تتسوج دم وذا غن دي قيم ذا زيدان فوالا ويعني يحمر الوتش كما يقولوا درت هنا البيض الخمس حبيبات تاع البيض اربعه ولا خمسه فوالا ندير السكر نريغ السكر نيغ بيان سور الزيت الكاس تاع الزيت ها هو ليك وثاني نزيد الحليب قلت لكم ندير كلش على ضربه فوالا ونخلط كلش هنايا الكاس هذا تاع الحليب قلت لكم هاد المواد لازم يكونوا بدرجه حراره المطبخ يوك لي زانغريديون يا قيلا قادي لينا طومبيراتور امبيونت ولا لا قادي لين دي صمادر فوالا الريغيور يعني كلش لي غران سيزامني لي زابريكو سيك هذا نوغ دقي قبل لا فاني كويار كافي <applause> دو فاني دو كويار ا كافي دو غران دانيس دارنا نرسنت طنجوين تي مشطح زدت زوج مغارف صغار تاع حبه حلاوه فوالا ماشي مرحيينه فوالا دونك وثن الزغاره اكنيت تنرني رني دك اون بينسيت سال قرصه تاع الملح يعني الملح معليش ديرو رفده تاع الملح باش تنقص هذيك الحلاوه تاع هاد الحوايج كامل فوالا دونك دار الريق دا كاين نيل كاس تمر درت تاني ضفت هذاك الكاس تاع التمر ونخلي كامل هادو يتخلطو يتخلطوا مليح مليحه لازم يتخلطوا مليح يعني خدوا وقتكم كما يقولوا الا قد يخلط مليح مليح هذه ميكسي فوالا دي ميكسي اكنيلاق خلطه تاع كاطون زون طون تاع اللي متك روبو اه اسمي سنكو تتخلطمس كني باش كان يخلط بيان سي القاع اه حلو هكذا يا ساعه من ساعه باش تخلطوا هكذا باش يطلع كامل واش كاين من تحت يتخلط كلش على ضربه فوالا ونكمل نخلط الخليط ديالي فوالا نرحيه يعني فوالا هاوليك بعد ما تخلط الخليط ديالي مليح مليح هكذا مدة ربع دقايق هكذا هادي خلطة كاملة تروا كات مينوت أبي بخي إلا غادي يخلط مليح هادي يوال أكاي كيما كتوالي متاه كيما راكو تشوفو تخلط مليح ها مليك الخليط كيما كتشوفو القوام ديالو كيفاش راهو نفرغو هنايا في غيسيبيون فوالا أسمي كي كيكي دون زين غيسيبيون باش كان أسرى غيوك لي زوطخ زينكغيديون سيك فوالا ونضيف ومن بعد باش نضيف المواد الناشفه نخلط قبل هكذايا ومن بعد نشوف نقدر نضيف كاس غير ربع نقدر نضيف نص كاس يعني حسب القوام تاع الخليط وحسب ثاني البيض كبير ولا صغير دونك دكا زمره نقدر نوغ مثل الكاس غير ربع اما نفصل الكاس الفارينا في الحساب لا كونسيستونس لو ميلونج نغ لا غروسور دي زوف نير فوالا هنا الكاس اني نص كاس تاع الفارينا شفت القوام ديالي تاني خصو شويه راح نضيف مغرفه كبيره تاع الفارينا دونك زوج كيسان زائد كاس غير ربع تاع الفارينا اللي درت في هذا الموسكوتشو الوغ ولا غير خصي شي طوح دونك راني غاستاون جو تمقرات من الفارينا الوغ شحال خدمه سن الكيسان بلس 3 اه كار دو فير دو فارين اه فوالا ثورة ادخل طاير كلي السميره غادي المول اللي غدا هنا خص الزيت وزوج راس الفارينا دو بري بريفيرونس دهن سلا مارغرين. alors ناخذ هنا مول تاع الموسكوتشو اللي كنت دهنتو بالزيت ب... ب... يعني دو بريفيرونس بلا مارغرين تدهنوه ودرت الفرينه وراني نفرغ الخليط ديالي نسويه مليح وانا الفرن كنت شعلته من قبل كي بديت نخدم شعلته على 180 درجه نحط الموسكوتشو ديالي يطيب مده 45 دقيقه دونك اللي غشعل على الفوغ ا لافونس ما كنبدا نخدمه. هذه طاليغ مليح لي ميلونج نينو والسرسغ الموسكوتشينو هذه 180

فوالا ندير نديرو في <applause> في طبسي وهاوليك كيما راكو تشوفو يعني كي اللون ديالو يعني باسكو فيه هذاك السكر البني والتمر لي راه هو يعني قهوي هكذا دونك السكر ني و لو سكر و التمر نيير يركل لي اثير انا كني دا قهوه ثرات جونير سوفلا كاغيس لا كونفيتور نغ تممث دونك نغ لو تممث ني التمر دونك الا حبيتو تدهنوه من الفوق بالمربى ولا بالدبس التمر ولا بالعسل انتم والرغبه ديالكم ونرشوا هكذا من الفوق بالجوز الهند وهذا اختياري تقدروا بالكاوكاو واش تحبوا دونك دا غنا في الديكور غير كاسو فلا كوكو دا انا كنت فغان لا ديكوراسيون ثورا اون ديك الزماق ديك ساتوالي مهي دي فارسي داخل يعني ايفان ديجا دا خفيفان دا عليا هاني شوف ملي كتوالي بريزونتابل تخدم مثل فرح نقود تناغي إثم غريوين كنا نحمل طوال مثل إثم غريوين موسكوتشو تشو دعني لي فاسيل غابيد ما يليخش ما كنت غابيد ما في ترمت كل شيء ارو بلندا غابيد ما دي لي فحوي ساكن نيرنا ناس ثم قرات دونك تحوال مثلا كان السكر تمنى إن شاء الله تشرب أو كنت يعجب ودعمت ودعم تس الخير اللي ما يلي عجبك بيان سيغ دونك الموسكوتشو ديالي خرج ولا أرواح خرج هاي. راقي يعني حمر الوجه كما يقولوا ديروه لافراحكم وتاني راهو ساهل مهل يعني لا تخلكم ضيف غابيدمون توجدوه كل شيء ديروه في الخلاط ودقيقه يوجد الفواكه الجافه راهو راهم زادوا له بنه رائعه رائعه ما تكثروش غير السكر نتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم لها بالخير بنتي اذا كان عجبكم اكيد ولا لحقنا لنهايه الفيديو تاع اليوم نتمنى تكون عجبتكم ما تنسونيش بلي التعليق والبارتاج ونقول لكم تهلاو في في صحتكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته تجكون دي هنا التلويثر سوفات مي